تفضل حجة. أنا من حكومة شيعية أهلا وسهلا. لعت الله عليهم لعت الله عليهم حجي. بس برقصتك شوية ثواني. السلام عليكم عمي. بس ممكن يعني حبيبي حبيبي بس شوية بس سولف لنا واحمل والديك. لا لا ما سولف ما تدري السولف. أوكي حجي عباش أنت ايش تريد توصل الصورة؟ احمل والديك أستاذ بيت مباشر. أنا أقول لك لا 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 يبقون الشيعة بعد سنين ما تصير حكومة. أيوة. ولا يصير تبليغ ولا يصير خدمات. إذا يبقون أنا أقول لك إذا يهودي هنا يحكمنا أحسن من ذولي هالقرودة هاي. خوش. بعد حاج عمال حاجي بعد انت شنو تريد توصل رسالة؟ يعني من يقبلها؟ بيا تاريخ بيا اسلام. عمي هاي وضعية يعني هذا الرجال شايل ابنه حاير بير يوديه لمدرسة. هذا حاج عمال شايل مدارس هاي الطلاب. زين انت المسح شو المنسولف؟ يعني بشرفكم بغيرتكم بناموسكم. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أبيت عليكم السلام حبيبي. أبيت وسبب هاي الناس قاعد تصير. بس عمي يعني شو تقول؟ لا حياة لمن تنادي. كثيرك الله ناس تخاف الله ولا عندها مستحى وقاعدين ومرتبين وضعهم وهذا الحال الوضع. شوف يعني كلمتك. هاي المدارس. بعد امتحان. وهاي الوضعية. وهاي السيارات شوف المي وين واصل عبر التاير. وهاي المدرسة غرقانة وشوف المأساة والمن تحكي ولا حياة لمن تنادي. المن السولف المن تحكي مو على امتحان. انت امتحان او غير امتحان. هاي المأساة. هذا بيت الله هسه يروح يصلي له شلون يوصل؟ هذا بيت الله. هاي السيارات والكارثة الاكبر اكو منهولة عملاقة وقعت فيها سيارة. عندكم معلومة سيارة وقعت بمنهولة وهذا حي عسكري ولا حياة لمن تنادي. انقذوا حي العسكري يا حكومة يا شريكة. كلمة شريف وشوف هذا المقطع خلي شاركه رحمة لوالديكم. المن تحكي والمن السولف وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم. شوف عمي هذا حال حي العسكري. هذا حي العسكري.